وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أعداء دين الله جل وعلا من الكفار ومن العلمانيين يسعون بالليل والنهار ليترك الناس دينهم أو ليحرفوا على الناس دينهم، ربما يرضون ببعض أو بشيء من التدين لا يكون إلا على أهوائهم ولا يكون إلا على مقاصهم، لا يرضون بدين الله الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، لا يرضون أن يتعبد الله ربهم، أن يتعبد الناس ربهم كما يريد هو جل في علاه، إنما يريدونها عبادة، إنما يريدونها عبادة موافقة لأهوائهم، كما فعل من قبلهم ممن حرفوا دينهم وبدلوا كتب الله جل وعلا وحرفوها، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. جاء الذين من بعدهم وهم على طريقتهم ومنهجهم يحرفون كلام الله ويحرفون دين الله تبارك وتعالى بتلك الأفهام التي يريدون نشرها بين الناس، يبدلون لهم فهم دين الله الذي فهمه الصالحون من هذه الأمة. ولهذا نحن دائما وأبدا ينقم علينا وتعادى دعوتنا، دعوة الكتاب والسنة، الدعوة السلفية تعادى لأنها ترجع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ولا نرضى بفهم غيرهم ممن جاء بعدهم، لأننا نعتقد لاعتقاد جازم أن خير الفهم هو فهمهم، هم الذين عايشوا التنزيل وهم الذين كانوا أعلم الناس بلغة التنزيل، فلا يقدم على فهمهم فهم أبدا. كيف إذا غير المنهج كلية، مناهج الآن، مناهج الذين أحدثوا وبدلوا وحرفوا دين الروافض الشيعة ليس من دين الإسلام في شيء، دين غلاة المتصوفة ليس من دين الله في شيء، هؤلاء الذين يدعون عبد القادر الجيلاني الدعوة السنية السلفية لا تدعو إلا للقادر جل في علاه، ولا تدعو الناس إلا لأن يدعو القادر تبارك وتعالى. أما عبد القادر وغيره فهم عباد الله، فقراء إلى الله، يحتاجون غيرهم وغيرهم لا يحتاج إليهم ما داموا أمواتا، فالميت هو الذي يحتاج إلى الحي، يحتاج إلى دعائه، يحتاج إلى استغفاره، أما الحي فلا يحتاج إلى الميت لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه لغيره؟ هذه عقيدة التوحيد التي تركنا عليها حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، هذه العقيدة التي تربى عليها سلف هذه الأمة ودعوا إليها وربوا من بعدهم عليها، وهي باب
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، والله لن يضروننا أبدا. قولوا في دعوتنا ما شئتم، واتهموا هذه الدعوة بما شئتم، فإننا لا ندعو لا لزيد ولا لعمر، لا ندعو لا لحزبية ولا لطريقة صوفية أبدا، لا ندعو إلا لله الواحد الأحد، ولا ندعو إلا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ندعو إلا بالطريقة التي دعا بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بهذا نصدع، وهذه هي دعوتنا، وهذه التي كان عليها علماؤنا، بهذه الكلمات كان مثل هذا المنبر يهتز في العاصمة بخطابات وخطب الشيخ العقبي عليه رحمة الله وغيره من إخوانه من العلماء السلفيين في هذا البلد الطيب المبارك. هذا الكلام كلام موجه لأولئك الذين يعلنون ويذيعون في أمتنا عداوتهم لهذه للسنة وأهلها وللسلفية ودعاتها من أرباب الطرق الصوفية أو من أرباب الجماعات الحزبية أو من أولئك القوافض الأخبار الذين بدأوا ينخرون في جسدنا ويريدون إحداث الفتن بين أبنائنا، أو من أولئك الشرذمة من القاديانية أو من غيرهم من هؤلاء الذين صدقت فيهم نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، فإننا نطالب كل جماعة من هذه الجماعات، هل هي على ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ نطالب الشيعة في العالم بأسره أن ينظروا حولهم وأن ينظروا إلى أنفسهم، هل هذا دين محمد؟ هل ما يفعلونه أو ما فعلوه من تلك القبائح والشنائع في يوم عاشوراء مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الدماء التي تسيل ومن تلك الخزعبلات والبدع والضلالات والاستغاثات بغير الله تبارك وتعالى؟ وهذا شرك أكبر وكفر بالله رب العالمين أن يدعى ويستغاث بغير الله جل وعلا. ينظر أولئك الذين يطوفون حول قبور أسيادهم أو إلى تلك المزارات التي جعلوها أوثاناً تعبد من دون الله، هل كان أصحاب رسول الله يفعلون هذا عند خير قبر على هذه الأرض وهو قبر نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي ما رفع عن الأرض قدر شبر، ما رفع عن الأرض قدر
الجميع، كلا، وهذه دعوة المصلحين قديما وحديثا أن يحذروا من الشر بكل أنواعه، وهذا من نصرهم لدين الله تبارك وتعالى، وهو سبب من أسباب الثبات على الحق لقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الثبات على الدعوة بجميع صورها، هذا من نصر دين الله تبارك وتعالى. طلب العلم وتحصيله هو من نصرة دين الله تبارك وتعالى. العمل به والرد على الخصوم، أي خصوم هذه الدعوة أو خصوم هذا الدين، من النصر لدين الله تبارك وتعالى. كل بحسبه وكل بقدر علمه، وهذا الذي